لا تحتاج لتتبع مؤشرات أو قراءة تقارير لتعرف حال الاقتصاد اليمني أو كيف يدار. يكفي أن تقرأ عنوان الصفحة الأولى في الجريدة الرسمية الخاضعة لسلطة الميليشيا، تعلن فيها أن سعر الغاز المنزلي 3000 ريال، بينما يباع في الأسواق بضعف المبلغ. فرق شاسع كالفرق بين اقتصاد تديره لغة الأرقام وآخر تديره ميليشيا بالشعارات، ومسافة طويلة تفصل اليمنيين عن أي استقرار اقتصادي قريب، كطول الطوابير التي يقفون فيها ليال من أجل اسطوانة غاز واحدة. عادت الأزمة وعادت معها الطوابير في صنعاء بعد توقف أصحاب المحطات عن العمل ورفضهم لبيع الغاز بسعر 3000، ووصول سعر الاسطوانة الواحدة في السوق السوداء ل6000 ريال. رفض أصحاب المحطات البيع بهذا السعر ليس السبب الوحيد لهذه الأزمة، فالميليشيا ومنذ أيام بدأت تجبر موردي الغاز على دفع رسوم ضرائب وجمارك بنسبة 100% في النقاط التي استحدثتها خارج صنعاء بشكل غير دستوري ولا قانوني، إضافة للابتزاز الذي تمارسه عشرات النقاط الحوثية على شاحنات التجار. بل إنها أخيراً أحالت أكثر من 400 تاجر إلى النيابة الخاضعة لسيطرتها بحجة عدم التزامهم بدفع المبالغ المالية. لا يبدو أن هم توفير الغاز المنزلي وحده ما يواجه المواطن، خاصة مع الانهيار الجديد لسعر العملة اليمنية، حيث وصل سعر صرف العملة في صنعاء إلى 500 ريال للدولار الواحد، ما سينعكس على أسعار المواد الغذائية ويفاقم من أحوال الناس المعيشية المتردية أصلاً. يقول مراقبون إنه ما لم تكن هناك إجراءات عاجلة أبرزها تتمثل في إعادة تفعيل موارد الاقتصاد اليمني المتاحة، وذلك بتسلم الحكومة الشرعية لها وبسط نفوذها الإداري الكامل عليها، فإن حالة انهيار الاقتصاد واضطرابه هذا ستطول وتطول معها معاناة اليمنيين.